مرحبا أصدقائي، تحياتي لكم جميعا. رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة وموضوع جديد. موضوع الحلقة اليوم هو تعليم التدريج للأطفال وبأسهل الطرق. شايفين معي هذا هو الشعر اللي راح نشتغل عليه، ونحاول نفرد الشعر هيك، وبنجيب رقم واحد. راح نشتغل بماكينة واهل ماجيك، نحط المشط وراح حاول افتح اول طبقة هون، والمناويل لازم يكون لفوق بهذا الشكل هيك. بحط المشط قدام الماكينة لحتى ما تاكل كتير، وبحاول شد ايدي على الماكينة. نتابع، راح نشتغل من ورا كمان دائما. القاعدة نصف دائرة، شوفوا معي هيك. بعرف طولت عليكم، كان غياب شوي طويل عن الفيديوهات التعليمية، ولكن دائما احنا موجودين معكم. من جهة تانية كمان نحاول نكمل خط الأساس بالرقم واحد. وهلا أصدقائي راح جيب رقم النص بعد ما فتحت خط الأساس، وبحاول شيل هذا الشعر من تحت، والمناويل لازم يكون لفوق. انتبهوا معي، شيل أول شي هذا الشعر، نتابع العملية. أكيد راح يطلع خط خفيف فوق، راح ورجيكم كيف راح ندمجه بالرقم واحد. شايفين معي هذا هو الخط، بنزل مناويل إلى الأسفل تقريبا، وبحاول أدمجه، بعدين مناويل على النص. شايفين كيف عم يتطبق معي؟ منويل لقدام. هيك بكون انا اعطيت تدريج بين الرقم النص والواحد. نتابع العملية من ورا كمان. اول شي بشيل الشعر، المنويل لفوق. اذا في شعر طالع بالعكس بحاول اعكس الماكينة. نتابع العملية. طبعا زبون عنده جورة بالراس، شايفينه معي. بحاول اعكس الماكينة، وراح اشتغل بنفس الخطوات، المنويل الى الاسفل، بعدين على النصف، بعدين الى الامام لحتى يتطبق معي. طبعا هاي اسهل طريقة لتدريج شعر الاطفال. يعني اذا انت تكون حلاق راح تلاقيها كتير سهلة، واذا انت مبتدئ حابب تحلق اطفالك بالبيت كمان فيك انت تستعمل هاي الطريقة. من الجهة الثانية كمان نفس الشي، شايفين كيف عم يندمج التدريج، ما راح تلاقي اي خط واي صعوبة في دمج الخط اذا بتستعمل نفس الطريقة هاي. اذا عندي شوي هون بحاول شيله. وهلا اصدقائي راح فك المشط، وراح ننزل المشط الماكينة الى الاسفل، المنويل اللي تحت يعني، وبحاول اعطي عملية صفر لحتى يعطي تدريج جمالية اكثر. شايفين معي من ورا كمان، حاول لا تطلع لفوق كتير. شوفوا معي كيف عم يطلع التدريج. يعني اصدقائي الطريقة جدا جدا سهلة. نتابع من ورا، بنعكس الماكينة اذا الشعر واقف. من الجهة الثانية كمان. وهلا راح نجيب الرقم واحد والنص، ونحاول ننزل منويل لتحت ونفتح طبقة هون. انتبهوا معي كيف عم تطلع الماكينة على شكل سي الى الاعلى. لا تطلع كتير لفوق، تقريبا اصبعين. نتابع من ورا كمان، نوعية شعرة كتير حلوة. نتابع بنفس العملية من ورا،
حاول حط المشط قدام مشط الماكينة لحتى ما تاكل كتير، لحتى تاخد التقسيم اللي بدك اياه انت. شوفوا معي، طبعا الخط التحتاني رح نرجع رقم واحد نحن بعدين بعد ما نخلص من الجهة الثانية كمان. هلا اصدقائي رح نقدم المانويل لقدام وبحاول اضرب على الحرف هذا لحتى لما اجيب الرقم واحد بتكون عملية الدمج جدا سهلة. بشد ايدي على الماكينة من ورا كمان نفس الشي، وهلا اصدقائي بنجيب الرقم واحد، ننزل المانويل لتحت ونركز على الحرف الاخير هذا حرف الاساس. شوفوا معي كيف عم يندمج بكل سهولة. نتابع العملية من ورا كمان، شوفوا كيف عم يندمج بدون اي مشاكل. هلا بحط المشط تقريبا على النص، بدأت عملية التدريج بالظهور. شوفوا معي مانويل لقدام آخر شيء، الماكينة في وضعية الزجزاج من ورا كمان. نتابع العملية، وهلا اصدقائي بعد ما خلصنا من التدريج رح ننتقل لمرحلة القص، قص الشعر من الاعلى. نحاول نبلل الشعر بالمي بهذا الشكل هيك، طبعا احنا بعد ما نقص ونسشور رح يطلع معنا خط خفيف، رح ورجيكم كيف رح ندمجه. نبلش بالغرة، بعدين رح ننتقل على الجهة اليمنى، وبعدين الجهة اليسرى. ورح نتابع عملية القص، كل ما بترجع لورا تحاول تقصر أكثر، دائما بتخلي الغرة أطول والشعر الذي يأتي بعد الغرة لازم يكون قصير. نتابع العملية، كمان من هون الجهة الأخيرة. وهلا راح نحاول نقص الغرة، شايفين معي الغرة طويلة. الجهة الثانية كمان، طبعا بعد هاي العملية اصدقائي راح نحاول نسشور الشعر، وراح ورجيكم هذا الخط اللي راح يطلع بعد ما انت تقص وتسشور. طبعا انا خليت هذا الخط لحتى ادمجه بالماكينة لحتى ما يكون في فاصل بين الشعر، لازم يكون الشعر مدموج. شايفينه معي هذا هو بيجي الرقم واحد والنص المنويل لتحت، راح يندمج معي بكل سهولة. من ورا كمان شوفوا معي، حاول شد ايدك على الماكينة. هلا رجعنا الرقم واحد منويل لتحت لحتى يتطبق معنا. شوفوا معي كيف عم يتطبق بدون اي حرف. عندي شوي شعر هون رح حاول اقصه بالمقص والمشط،
يعني شايفين أصدقائي طريقة مثل ما قلت لكم كتير سهلة، بتمنى أنتم كمان تستعملوا نفس الخطوات هاي لحتى يطلع معكم نفس التدريج. هلأ راح نروح لحتى نحدد الزوايا. لا تنسى الزوايا، دائما الزوايا كتير مهمين في عملية القص والتدريج. نعطي نصف دائرة هون بهذا الشكل، الزبون عنده فتلة فوق، شايفينها معي فوق الزاوية. راح نحدد الجهة الثانية كمان. لهون أصدقائي بتكون حلقتنا خلصت لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. لا تنسوا بعد ما تشوفوا هذا الفيديو للأخير تشاركوا هذا الفيديو وتحطونا لايك لحتى ينتشر على اليوتيوب وبيشوفوا المبتدئ ويتعلم هو كمان. بنشوفكم بحلقات جديدة، أخوكم جورج توما من السويد، سلام.